Tout le monde, dans cette vidéo, on va voir la situation du passage du roman autobiographique Boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Les actions du chapitre 7 se déroulent le printemps. Bien, d'abord, on va voir les principaux événements qui sont dans ce chapitre. اهم ايفيرمون عندنا عندنا ليفيرمون الاول لي فام ساشيت دي بندير اي دي طومبوغان. اذا هذه الاولى. هادو راه اهم الاحداث ورا دي سيتياسيون دو باساج. راه بحال ملي عطاك سيتياسيون دو باساج راه تكتب هادشي نيت. اذا هنا لي فام شاو كي غادي يشريو لي بندير اي لي طومبوغان، مفهومه هادي. ثاني ايفيرمون عندنا لو بير اكومبان سون فيس شي سيد عبد الرحمن بوغ لا كوافور. اذا لو بير اللي هو عبد السلام مشى غادي يدي ولدو للحلاق سيد عبد الرحمن باش يحلق ليه شعره. ابخي حنا معروف هاد الكوافور، هاد الكوافور هذا معروف بالبافارداج. اذا هنا لو بافارداج دي كوافور غادي يبقى يهضر بزاف. لو جور دو لا شورا سيدي محمد سو ريفيتو ايمي سي فيتمون نوف بور سيليبري l'événement homicide accompagné de son père. Et dans le jour de l'Ashura, le jour de l'Ashura, Sidi Mohamed حس فرحان فاق بكري ولبس حويجاته اللي شرى ليه بابا جداد باش يحتفل بهذا الحدث ديال العاشورة في المسيد، وداه بابا المسيد من اجل الاحتفال. بيان اخر ايفينمون عندنا ابخي لو غوبا لالا عيشة فيان روندغ فيزيت لا ميغ دو ناغاتوغ. إذا من بعد لو غوبا لالا عيشة قامت بواحد الزيارة عند الصديقة ديالها لالا زبيدة. باسون دي شابيتر 8 لي زاكسيون دو سو شابيتر سو ديغول ليتي. افيك لاغيفي دو لا شالور لومسيد اي ديميناجي دون ان بوتي سانكتويير سو كي اميليور لاتيتود دابخونتيساج دو سيدي محمد. إذا في شابيتر 8 اول حدث فيه هو انه كان الصيف، ملي كان الصيف ارتفعت الحراره وداك لومسيد تحول لواحد سونكتيير ان سونكتيير لواحد سونكتيير. ولاحظوا بلي ان فاش تحول لمسيد لتما سيدي محمد ولا كيكابطي مزيان ولا كيحفظ مزيان القران. فوالا ابري ليفينمون لي من موراه لاندي لو بير دو ناراتور انونس ا سا فامي qu'il a l'intention d'accompagner sa femme au souk pour lui acheter des bracelets. واحد اثنين الاب دي ناراتور يعني اللي هو مولاي عبد السلام خبر الاسره ديالو باللي انه عنده الرغبه باش يدي الزوجه ديالو لوسوك باش يشري ليها دي بغاسلي. فوالا ثالثيام ايفينمون عندنا لو بير سو ديسبوت افيك ان كورتيي كي فو لوي جوي ان تور. منين مشاو باش غادي يشريو دوك لي بغاسلي مشاو لواحد السوق غادي يشريوهم، وهو يوقع واحد الخصام ما بين داك عبد السلام وما بين الكورتي. داك الكورتي راه كيما شفنا في الروايه هو الدلال، لان داك الدلال كان بغى يتفلى عليه فو لو جوي ان تور بغى ينصب عليه. فوالا لا فام غوفوز لي بغاسلي سو بريتيكس كيل سون ان بورت مالور. منين جاب لي هادوك لي بغاسلي هو ما هي ما بغاتش دوك لي بغاسلي، لان كان وقع الباكار وداكشي كله كان اثر على سيدي محمد وهذا. اذا هي هادوك البغاسلي بحال رفضاتهم ما بغاتهمش، لانه بالنسبه ليها كانوا كيجيبوا ليها امبورت مالور، يعني امبورت مالور بحال شي حاجه اللي خايبه بالنسبه ليها هي. اكوز دو سي زيفينمون لو ناراتور طومب مالاد. اذا بهاد الاحداث كامله اللي وقعات بهاد الصداع اللي وقع في الشراء ديال هاد لي بغاسلي وهذا، داك لو ناغاتور مرض. ومن بعدها لالا عيشة مي اوكورون سونامي دو ليفولوسيون دو سي مالور. لالا عيشة جات عند صاحبتها لالا زبيده وخبرتها بالتطور ديال المشاكل ديالها. باسون دي شابيتر 9. شابيتر 9 لي زاكسيون دو سو شابيتر سو ديرول ليتي. إذن هاد شابيتر 9 مهم بزاف، لأنه هو اللي فيه ليليمون بيرتورباتور، هو اللي فيه لي بيرتورباسيون.
لو بيرتورباتور هو العنصر اللي هو اللي غادي يحرك القصه كامله، هو اللي غيبدل الاحداث ديال الروايه كامله. اول حدث كنا مهم في هذا الشابيتر هذا هو لو بير انونس ا سا فام كي لا بيردي سون كابيتال او سوك دو هايك. اذا هنا هاد في هذا الشابيتر تسعود هنايا الحدث الاساسي فيه هو فاش فقد الاب غادي يخبر الزوجه ديالو بلي انه راه فقد الراس مال ديالو في السوق. ابري il décide de vendre les bracelets et d'aller à la campagne pour travailler comme moissonneur afin de redresser sa situation financière. من بعد شنو غادي يدير منين فقد راس المال ديالو؟ غادي يقرر يبيع دوك لي بغاسلي اللي شراهم لالا زبيده الزوجه ديالو، وغادي يمشي للباديه في لونفيرون ديال فاس في جهه في النواحي ديال فاس باش يخدم بحال اموسونور. قلنا اموسونور هو سيلوي كي موسون، يعني هو الحصاد، كنقول الحصاد يحصد. اذا هذا هو الموسونور. علاش مشى تما؟ باش يحسن غودغيسي، يعني غودغيسي يعني يحسن سا سيتياسيون فينانسيير، يعني الوضعيه الماليه ديالو. مفهوم؟ هذا هو اهم عنصر هنايا. لو ديبار دو بير اي فيكو كوم ان غران كوم ان غران درام. بمعنى هو رحيل ديال الاب كيعتبر بحال شي دراما. منين مشى؟ منين مشى؟ لان الولد كان مرتبط بزاف، وكان لانه كان بالنسبه ليه هو الامان، كان كيحترمه بزاف، كان مرتبط بباه بزاف. اذا الرحيل ديالو كان بحال شي دراما. وفي الاخير اون ريزون دو لوغ مالور لي دو فام ديسيد دالي كونسولتي لو فويون سي دي العرفي كي ابيت او كارتي سفاح. اذا منين تراكمت المشاكل على العيالات لالا زبيده ولا عيشه، اذا شنو قرروا؟ قرروا انهم يمشيو عند واحد لو فويون. لو فويون هو بحال كنقولوا حنايا عراف. هذا العراف سميتو سيدي العرفي، كيسكن في واحد الحي سميتو سفاح. فوالا عاوتاني لي شابيتر لي زاكسيون دو شابيتر 10 سو ديغول حتى هي في ليتي. وهنا كيبداو لي بيريبيسي. اول حاجه كتكون هي لا فيزيت دو سيدي العرفي باغ لي دو فام، يعني هذا زيا مشاو زارو سيد العرفي، لالا زبيده ولالا عيشه مشاو زارو سيد العرفي. من بعد لالا زبيده ديسيد دو غاردي سون انفو ا لا ميزون اي دو لا كومباني شاك سيمين فيغ لا فيزيت دان مغابو. لالا عيشه قررت انها تخلي ولدها في الدار، ولكن غادي تبقى ديه كل اسبوع يزور الضريحه مغابو هو الضريح. ابخي ليفينمون الثالث اللي كاين في هذا الشابيتر هذا هو لا فيزيت ان اتوندو دي ميساجي اونفويي باغ معلم عبد السلام. لو ميساجي بورت افيك لوي دو لارجون دي زوف اي دو بون نوف اي دو بون نوفيل سور معلم عبد الرحمن. اذا هنايا كانت جات واحد الزياره غير منتظره، دي ميساجي غير واحد الزياره كان ما كانوش كيتسناوها. شكون اللي صيفط؟ شكون من هاد الزياره منين جات؟ جات من معلم عبد السلام لو بير دو ناراتور. لو ميساجي بورت شنو جا مع هاد لو ميساجي؟ جا معاه فلوس، عطاه فلوس وعطاه شي بيض وعطاه وقال ليه قول زعما الاخبار ديالو سيغ الاخبار ديال المعلم عبد السلام. فوالا اخر ايفينمون هنايا عندنا لالا عيشه انفيت لالا زبيده اي لوي ريزيرف اون سيربريز اي سومبل كو سون ماري روبرون لو شومان دو لا ميزون. اذا هنا لالا عيشه عرضات على لالا انفيت لالا زبيده و اي لوي ريزيرف اون سيربريز اي سومبل كو سون ماري قالت لها بلي انا راجلك غادي يرجع عما قارب. لالا عيشه قالت لالا زبيده بلي انا راجلك راه غادي رشاد الطريق راه غادي يرجع عما قارب. باسون دو شابيتر 11 لي زاكسيون دو سو شابيتر سو ديغول ليتي. لي ايفينمون برينسيبو دو شابيتر 11 سون اول ايفينمون عندنا لالا زبيده اي لو ناراتور اون فيزيتي لالا عيشه. اذا لالا زبيده وولدها لو ناراتور مشاو في زياره لالا عيشه، مشاو زارو لالا عيشه. ابخي لو بابوتاج دو لالا زبيده الى لالا عيشه، يعني لو بابوتاج يعني الثرثره ديال لالا زبيده ولالا عيشه. لورسكو لي دو فام سون اون تران دو بارلي سلاما لا مارييوز اريف اي انونس كومولاي العربي ابخي لا ديسيزيون دو ديفورسي دافيك لا في دو كوافور اي اون ميم طون
de revenir vivre avec sa première femme. بمعنى ملي كانوا كيهضروا بجوج يعني لاله زبيده وصاحبتها لاله عيشه سلامه لا ماريوز سلامه هي واحد اللي كنقولوا لها لا ماريوز يعني الخاطبه اجات وهي خبرات باللي ان مولاي العربي راه خدا القرار انه غادي يطلق بنت الكوافور هذيك اللي كان مجوج بنت الكوافور وفي نفس الوقت راه غادي يرجع للزوجه ديالو فوالا Passons du chapitre 12. Les actions du chapitre 12 passent à Yaf l'été. Ou les événements principaux du chapitre 12. Où il y a un élève. Et dans le chapitre 12, il y a un homme et situation finale. Un élève est envoyé par le fri pour avoir des nouvelles de la santé du narrateur. Il y a un homme qui est le fri. قال لي سير شوف سول على الصحة ديال الناراتور زينب انونس لو روتور دو بير دو ناراتور دو سون فواياج اون بورتون افيك لوي دي ريشيس اذا هنا زينب جات خبراتهم قالت لهم باللي ان لو ناراتور باللي ان عفوا لو بير دو ناراتور اللي هو مولاي عسلام راه رجع من السفر ديالو وجايب معاه الغينة وجايب معاه هز معاه Après, Ma'allem Abslam apprend que Moulay Al-Arbi s'est séparé avec sa jeune épouse. Ma'allem Abslam a dit que Moulay Al-Arbi a fait un avec la jeune épouse qui a été avec la fille Halaq. Le narrateur est toujours solitaire. Al-Rawi daiman wahid. Il retrouve son bonheur et il casse sa aide diallo. Il se remet à rêver avec sa boîte à merveille. Il rejette à Aoutani en Aoutani. Pour votre attention, mes chers élèves, maintenant, sauf si je suis avec le canal, ou de tarte à la zéro like, ou de faire une jarre, c'est la comme cool jadid, ou chocran à l'aise et à l'amide.